الطقس ما باذن الله. الحمد لله رب العالمين. الناس في هذا العالم نوعين صنفين، اما مشغول بالله واما مشغول عن الله. انتم الان مشغول بالله ونعمة كبيرة، مش عارف بس ما حسش فيها الإنسان وخلاص. مشغول بالله زي مشغول عن الله. وفي الدعوة في نوعين، يعني أهل الدعوة كله مشغول بالله، مشغول في صلاح نفسه، بس في منهم واحد حامل الدعوة، حامل الهم، وفي واحد محمول مع أهل الدعوة. إما مشغول بالله وإما مشغول عن الله، هذا في الأخبار في كل العالم. اما اللي مشغول بالله اما بيكون حامل الهم او محمول مع اللي حاملين الهم، وكلاهما خير. يعني اذا كان محمول على الاقل يعني محب ومراعي ومضحي، واما الحامل هذا اللي اشتغل بشغل الانبياء. الانبياء حملوا الهم. ثانيا لمن حملها في الدعوه، الان انتم مشيتوا ما شاء الله جماعه الله، حملت الهم، حمل معك ناس كثير. واحيانا الرسول قال صلى الله عليه وسلم رب مبلغ، مش مبلغ، مش المبلغ، مش المبلغ، رب مبلغ اوعى من سامع. واحد سمع في نفس المجلس وبلغ واحد ثاني، المبلغ يكون اوعى واحفظ واكثر استعدادا وقبوليه لحمل ما لم يحمله السامع. يعني قد تجد اناس وانت خارج في سبيل الله افضل منك، لكن ايش بيكون وين؟ صحيفتك مش افضل منك، يعني في الدرجات عند ربنا هذا الله اعلم، لكن ايش بتشوفه مثلا افقر، اقرب لكتاب الله، اكثر معرفه بين الناس، من الوجه الوجهاء، اكثر مالا في الانفاق، لكن كله صحيح. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم شجعنا على البحث في المناطق اللي يزهد فيها الناس، مساجد يزهد فيها الناس، مناطق مش معروفة اخرج فيها، يمكن هناك الكنز. الآن الناس بتشوا على الكنوز، الذهب في الأماكن المهجورة ما حدش بيروح عليها، اللي بيبحثوا بفتشوا على الذهب. وين بيروحوا؟ بيروحوا وين الناس اللي بيجي يعبد؟ بيروح على الخربات، بيروح بيت الزيتون، بيروح صحيح ولا لا؟ بصبر ولا بصبر ايش؟ بتعفر ولا بتعفر ايش؟ بس ايش النتيجة؟ من يجد لك كنز تريح كل الحياة، وانت لك انت كنز من البشر. الرسول يقول الناس معادن كمعادن الذهب اول شيء والفضة. طيب كيف بيكون هذا ذهب ومدفون؟ هو الذهب مدفون، فانت بتروح بتفتش عليه، نزل عنه الغبار بتبيعه باغلى الاثمان. هنا تشبيع، هنا بتستخرج الكنوز وبتظهر صفاتها ويكون سببا لقبول الحق لغيرهم، غيرهم يقبلوا الحق، يعني ناس مقبولين في المجتمع، ذهب اصلا بس مدفون اصلا. وانت في الجولات والزيارات تدق عن الغبره، تدق عن التراب، تلمعوا شويه، تفضل اعلان، تفضل كلام في الجوله، تفضل بيان، ولا هو واقف على المنابر ولا غصر، شو هذا اصلا ذهب. في شويه اقل بس فضه برضه لها قيمه. ولو شفت جاهليه وصلت الى السماء، ذنوب وصلت الى السماء ومعدنه ذهب، سيريك الله منهم ما يصير. وهذا بالضبط ما حصل مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسهيل بن عمرو رضي الله عنه قبل ان يسلم. جاء سهيل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد، حتى ما قلوش يا رسول الله، يا محمد امحي اسمك هذا، احنا نعملنا معك صلح الحديبيه، احنا مش مقرين انك نبي. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سهيل قبل ما يوصل قال سهل امرنا، هذا اسمه ايش؟ اتفاق الخير. جينا على قريه ما حدش بيناصرنا، فيش فيها جود، وقام بالخير. ايش ايش ظنيت في هذه القريه؟ بيجيك. ظن بهم انه الله يستخدمهم يكونوا احسن ناس، بيصيروا احسن ناس. اسيء الظن بهم، يسيء الظن بيك، بيقول هذول بياكلوا ويجيبوا وانت نايم وبتوكل، بيقول لك هذه جماعه الطبيب وجماعه النوم. ايش في قلبك بيجي في قلوبك؟ فالنبي قال سهل امرنا. سيدنا عمر كلم كلمه في ناشئ.
لك رجال أبو جندل هذا ابنه اسمه أبو جندل ابن رجع أول واحد يترجع هذا أول واحد يرجع أول واحد يرجع رجع له إياه. سيدنا عمر جاء عند أبو جندل وسحب السيف وكان بخذ السيف وضرب أبوك كذا خلص عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر تعالى الله أن يريك منهم ما يصلي. يمكن ربنا سيدنا عمر سكت ولما سكت فتحت مكة في مثل هذا اليوم يوم الاثنين والاربعاء يوم فتح مكة في مثل هذا اليوم فتح النبي صلى الله عليه مكة وجمع كل كفار قريش اللي قتلوا منهم الرجال حتى يوم فتح سيدنا حسن هذا كان صفوان بن أمية اتآمر لقتل النبي صلى الله عليه وسلم هو حسن وغيره وعكرمة بن أبي جهل يد الله أخذ دماء المسلمين فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع قريش وقال ما تظنون أني فاعل قال أنت أخ كريم وأنتم أخ كريم قال إن أبوك أنتم خلفاء إلا أربعة منهم عكرمة ومنهم صفوان بن أمية ومنهم هضار وبعدين أمن وأسلم الثلاث وأسلم وحشي وسهيل بن عمرو هذا جاء وأسلم سيدنا عمر لما شاء سهيل أسلم تذكر الحادث أسلم وبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر حياته وحج مع رسول الله فلما حج مع رسول الله الرسول جاء نادى الحلاق بعد العقرة الكبرى رمى الجمرة الكبرى وحلق وراح يقص في النقابة وذبح وراح يقص فلما رمى وذبح ونادى الحلاق حلق الشعر أول واحد أخذ خصلة مين؟ سهيل بن عمرو أخذ الخصلة وقبلها ووضع على رأسه فبكى عمر قال والله لقد أراني الله من سهيل ما يصلون سيدنا خالد بن الوليد أخذ خصلة ثانية وقبلها ووضعها على رأسه ثم وضعها في عمامته فقالوا له انت ما تدخل في مكان الا تنتصر قال فوق راسي شعر رسول الله ما مشيت في مكان وهذه على راسي الا تتحمل عليه من حيث لا يدري لعل الله يريك ما يصيبك وانت لا تتجول لو تجولت محل فيش في جهد اطمع انك تجتهد فيه لو شفت مصحف قديم مغبر اقرا فيه اقرا فيه صاحب المهجورة تكون غبرة افتح هو هذا ونظفه واقرأ فيه بيدعو لك ويوم القيامة يشهد لك انه انا كنت مهجور وهذا اللي رفع عن الهجر ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا فكيف قرى مهجورة عن الجهد كيف مدن مهجورة مساجد مهجورة عن العمل وانتم الان تحيوا هذا العمل ان انتم اطمعوا جماعة تبدل جماعة جماعة مصاف جماعة ولا تتركوا قرية ولا مسجد في كل جنين هذه إلا دخلنا النوم ويطمع ولا بيت ولا تطمع إنك تروح تتريح إذا روحت تروح بتزور الأهل تستانس بهم ثم أنت في العمل في المطار في الجهد وأنت يا عمي ناس مشغولين بالله وإحنا جينا نأخذ من هال من هال إن شاء الله النور والبركة اللي موجودة في الجماعة إن شاء الله الله يجزيكم خير حاملين الفكر وحاملين الهم وحاملين الجهد وفرق كبير بين الحامل وفرق كبير بين المحمول أن يحمل هم الاثنين وبين يحمل مع من يحمل إن شاء الله كلنا نكون حاملين إن شاء الله إن شاء الله ودعوا لنا إن شاء الله أنتم الآن في إن شاء الله يا أنوار مع الملائكة في المساجد إن شاء الله وإحنا نتجول مع الحاج يوسف الباقر هو كان هذا الأنوار الباقر مطيع مطيع وين ما أقول له امشي بمشي نعم وين ما أقول له امشي بمشي احنا بدنا نصلي وبدنا نستودعكم الله الله يشوفكم ساعة زمن زي ما حكى لك والله يعني مهمات ان شاء الله نخلصها